بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتتكلم قد إيه ولادنا بيحتاجوا للحنان، والحنان مش كلام نظري، التعبير عن الحنان واللمس بالحنان. صدقوا إن كتير قوي من الدراسات العلمية بتقول إن الأطفال بيتجاوبوا مع عاطفة الحنان باللمس تجاوب إيجابي جدا، بيصلح في إحساسهم أو في أمراضهم لما بيكونوا تعبانين. بتحكي واحدة ست قصة مؤثرة جدا 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 عن الحنان والعاطفة من خلال اللمس بين الأم وابنها. بتقول إن ابنها وهو صغير كان بدأ يصيبه آلام مرض يبدو إن المرض خطير، وكان الولد بيتألم جدا لسه 5 سنين ولا حاجة. فكانت الأم بتعلمه حاجة، الأطباء ولكن الأم بتعلمه حاجة، تقول له أنت تضغط على إيدي لأنه بيتألم مش قادر يتكلم كتير، تضغط على إيدي وأنا أقول لك أنا بحبك. فالولد بقى يضغط على إيدها كل ما يتألم تقول له أنا بحبك، يضغط على إيدها أنا بحبك، يزيد الألم. أحياناً كان بيفتعل الألم، وأحياناً كان بيخفف عليه كتير إن أمه تقول له كلمة بس أنا بحبك. اللمسة دياً تحكي الأم بتقول الولد حالته تدهورت أكتر من كده، فدخل بعد شوية في غرفة العناية المركزة. فلما دخل غرفة العناية المركزة بقى مشتاق لللمس. انتوا قد ايه أطفالنا وقد ايه العلاقة بين الأم وابنها محتاج يتلمس. فتخيلوا بقت بتعمل ايه؟ اتفقت معاه تديله شعاع بطارية، بطارية، هو في غرفة العناية المركزة معاه بطارية وهي من بره معاها بطارية وبينهم إزاز، ويحط الشعاع على بعضه عشان الشعاع يلمس بعضه. بتقول والدكاترة بيقولوا الولد كان بيتحسن كتير لما الشعاعين بيجوا على بعضهم. القصة حقيقية بس الست بتقول الولد خف الحمد لله. القصة قديمة ولفت الأيام وأنا اللي عيت. الأم اللي بتحكي إن هي اللي عيت، وعيت وتعب كان شديد جدا، وكان في شك في مرض زي ما يكون مرض سرطان أو كده. فبقى الولد كبر بقى وبقى في الجامعة يجي ويمسك إيدها ويقول لها اضغطي على إيدي لما تحسي بالألم وأنا أقول لك أنا بحبك. جميل قوي يا جماعة عاطفة الأباء والأبناء. الله يخليكم. أنا ليا في آخر بسمة أمل النهاردة كلمة للاتنين، عبروا عن الحب لأمهاتكم، الحق أمك قبل ما تفقدها. هو الشاب الست بتحكي بتقول كان خايف عليا قوي، ماسك في ايدي وفضلت الطريقه دي اضغط على ايدي وانا اقول لك انا بحبك، فضلت ماشيه بين الاثنين. الحق امك قبل ما تفقدها، ادي عبر عن حبك، قول انا بحبك يا ماما، قول لابوك انا بحبك، وما تخجلش من هذه العاطفه. وانتوا يا اباء ويا امهات ولادكم محتاجين عاطفه ملموسه، مش بحبه في خيالي، عبر عن هذه العاطفه تحصل في حياتنا كلنا. بسمة أمل، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.